السلام عليكم. واحد جوج ديال الاشخاص في بريطانيا مشاو عند واحد الطبيب جراح تما وعطاوه بزاف الفلوس، وكان عندهم واحد الطلب غريب بزاف. قالوا لي باش يقطع لهم رجليهم واخا هما ممرض ما فيهم حتى شي حاجه. وفي نفس الفتره في بريطانيا واحد السيده حتى هي خوات على عينيها المسخون باش حتى هي تولي عمياء. اش واقع وعلاش هاد الناس كيختاروا الاعاقه باش يوليو من صحاب ذوي الاحتياجات الخاصه؟ فكيف ما ولينا كنشوفوا مؤخرا الانسان هو اللي ولا كيختار واش يبغي يكون ذكر ولا يبغي يكون انثى، وماشي على حساب المواصفات اللي هو عنده ولا على حساب البنيه الجسمانيه ديالو، فكترشق ليه وهو كيختار شنو بغى يكون. فهاد المساله دي في علم النفس كيسميوها اضطراب الهويه الجنسيه. فاللي عنده هاد الاضطراب هذا كيحس براسو ما مرتاحش في الهويه الجنسيه ديالو. فمثلا الا كان ذكر كيحس براسو انه كيميل باش يولي انثى، وكتقدر تكون حتى العكس. وبصراحه الاغلبيه منا كيعرف هاد الاضطراب غير ما كانش فاهمه، كاملين كنشوفوه في الوسط الفني ولا عند المشاهير. المهم اللي كيهمنا حنا في الحلقه ديال اليوم هو واحد الاضطراب جديد اللي بان في القرن 18 اللي سميتو اضطراب الهويه الجسديه. هاد الاضطراب هذا التعريف ديالو ساهل، هو انه هذاك الشخص اللي كيجي هذا المرض هذا كيبدا كيحس بان دوك الايادي ديالو ولا الارجل ديالو ماشي ديالو وما كينتميوش ليه، وبالتالي كيبغي يحيدهم. فعلى حسب واحد الدراسه دارت في الجامعه ديال زيوريخ فكتقول لك ان الانسان العادي كيكون عنده واحد التواصل وظيفي بين المناطق الحسيه اللي كاينه في الدماغ والمسؤوله على الحركه ديال الاطراف وبين المناطق الاخرى اللي كاينه في المخ. وفي حاله ما اذا ما كانش عندك هذا التواصل الوظيفي اللي درنا عليه فانت مصاب باضطراب الهويه الجسديه اللي كيجيك في المرحله ديال الطفوله، ولكن ملي كتوصل للسن ديال 30 سنه كتبدا كتحاول انك تحيد هذاك الطرف اللي كتحس به انه ما كينتميش لك. وكاين اللي كيوصل لواحد المراحل متقدمه من هذا الاضطراب هذا وكيبدا كيحس براسو انه مصاب بالشلل. بحال مثلا جينينز في 2013 حسات براسها انها مشلوله وجلست في واحد الكرسي متحرك وخرج ليها ما فيهم حتى شي مشكل، ولكن الراحه ديالها كتلقاها غير ملي كتريح في ذاك الكرسي المتحرك حيت فعلا كتحس براسها مشلوله. وفي بزاف ديال المرات حاولت تمشي عند الاطباء باش يقطعوا لها دوك الاعصاب اللي كيربطوا الرجلين باقي الجسد باش ما تبقاش تحس برجليها بصفه نهائيه، ولكن لحسن الحظ ان هذه العمليه دي كتطلب واحد المبالغ كبيره بزاف حيت كتتم بواحد الطريقه غير قانونيه. وصراحه انا اللي عندي مع مشكل هو ديك الفتره اللي بداو كيبانوا دوك العمليات ديال التحول الجنسي خرجوا لنا واحد المنظمات وواحد الجهات اللي كيدافعوا على هادشي وكيقولوا لك هذه حريه شخصيه حريه فرديه ديال الاشخاص وهو حر في الجسد ديالو باش يرجع راسو ذكر او لا انثى. وانا صراحه كيبان لي ان هادشي زادوا فيه بزاف، وهادي ما كنسميهاش حقوق بل كنسميها شي حاجه اخرى. ولكن المشكل اللي عندي كبير هو هذا الاضطراب ديال الهويه الجسديه ديال ان الانسان يقطع يده ولا رجلو. حتى هو ناضوا المنظمات والجهات كيدافعوا على هذا المطلب هذا وقال لك بما ان الانسان الجسم ديالو فهو حر يدير به ما بغى. فبعض المرات كتشوف حتى كتعيا وكتقول الله يسترنا من هادشي وصافي. وما تنساوش خليو لنا رايكم في التعليق، واش نتوما مع ولا ضد التخربيق هذا؟ وما تنساوش واحد جامل الفيديو نجدة ابونا ومرحبا بكم، ونشوفكم في فيديو الجاي. اتهلاو.